صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما سمعتونا واحنا بنتكلم على ازاي بنختار شريك الحياة، اختيار شريك الحياة بيجي بعد منه التزام تاني، وهو بقى شراء الذهب والذي منه يعني، والحاجات اللي احنا عارفينها الظريفة دي. فخلونا نروح لزميلتنا لميا ونطمن منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع 19.25 والشراء 19.18. اليورو سعر البيع 19.23 والشراء 19.15. جنيه استرليني سعر البيع 22.35 والشراء 22.25. فرانك سويسري سعر البيع 19.66 والشراء 19.57. اليوان الصيني سعر البيع 2.79 والشراء 2.78. الريال السعودي سعر البيع 5.12 والشراء 5.10. دينار كويتي سعر البيع 62.50 والشراء 62.16. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5.24 جنيه والشراء 5.22 جنيه. ودلوقتي هنروح نعرف متوسط أسعار الذهب. عيار 18 سجل النهاردة 955.7 جنيه للجرام. عيار 21 سجل النهاردة 1115 جنيه للجرام. عيار 24 سجل 1274.2 الجنيه. الذهب أخيرا سعره 8920 جنيه. ودلوقتي نرجع لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.